باسم الآب والابن والروح القدس الي الآن واحد آمين. احنا كنا اتفقنا ان احنا هناخد سلسلة سفر الرؤيا. المرة اللي فاتت قلت لكم عن مقدمة لسفر الرؤيا ومين هو الكاتب وايه الظروف بتاعة كتابة الرؤيا. قلنا ان هو يوحنا الحبيب اللي كان بيتكئ على صدر المسيح وكان له علاقة متميزة وخاصة جدا مع المسيح أكتر حتى من بقية الرسل، وكان مشاعره مشاعر طيبة ومتهيجة ناحية المسيح، يحبه بزيادة. عشان كده كان التفاعل بتاع المسيح معاه بيديله نوع من الحب أكتر. لكن اتفقنا إن مش معنى كده إن المسيح بيميز ما بين الناس وبيبقى واحد عنده بيحبه أكتر من التاني، ولكن قلت لكم ساعتها عامل زي ما يكون الشمس اشرقت ومع ذلك هتلاقي في مكان مضيء جدا وفي مكان اقل في استضاءته وفي مكان مازال مظلم برغم ان الشمس طلعت. فالشمس واحدة ولكن على قد ما تفتح لها على قد ما تنور، خلي بالكم. وبعدين الملابس اللي احنا لابسينها، لو انسان لابس قميص ابيض هتلاقيه ينور اكتر من حاجه لونها غامق بالرغم من نور واحد. فانعكاس النور فينا هو اللي بيدي الالوان وبيدي التباين. فالمسيح بيشرق باشعه الحب بطريقه متساويه على كل الناس، لكن بيبان ان في واحد عنده الحب اكتر لانه فتح قلبه اكتر وانعكست اشعه الحب فيه بطريقه اوضح. المسيح يشرق شمسه على الأبرار والأشرار ويمطر على الصالحين الأشرار والصالحين. ومع ذلك إحنا بالرغم من عطايا الله واحدة لكن استيعابنا لها يتباين من شخص لشخص. يوحنا الحبيب بعد كرازة طويلة وفي شيخوخته نفي إلى جزيرة باتموس وهو قاعد في الجزيرة منفي بعيدا عن شعبه أولاده وكنيسته، والأصعب من كده كان بعيد عن المذبح. وقلت لكم ساعتها إن أكتر حاجة تؤثر في قلب الكاهن إنه ربنا ما يسمحش لحد يعني إنه يبقى مريض في البيت ومش قادر يصلي على المذبح أو في أي ظروف تمنعه من وقفته على المذبح. فيوحنا الحبيب كانت نفسيته فيها الحتة دي، عشان كده قال كنت في يوم الرب، كنت في الروح في يوم الرب، يوم الحد، يوم الرب يقصد به يوم الحد أو يوم الأبدية، الاثنين واحد. كلمة يوم الرب باليوناني تتكتب كرياكي، كيري يعني رب، كرياكي يعني يوم الرب. ويوم الأحد عندنا في اللغة القبطية اسمه كرياكي، هو دوت يوم الرب. عشان كده في ترجمات قديمة قبطية يقول لك كنت في الروح في يوم الأحد، يقصد بيها يعني يوم القداس. يوم القداس ومخه راح للمسبح والشعب والألحان والذبيحة على المسبح، وقد إيه أنا اتحرمت من البهاء الجمال دوت. فراح ربنا قال له متزعلش يا يوحنا، تعال هوريك المسبح الحقيقي في السماء الذبيحة الحقيقية فوق المسبح، وصفوف صفوف الملائكة اللي واقفين يرتلوا ويسبحوا، وهتشوف الشرية والبخور، هتشوف كل حاجة، مش هحرمك من حاجة عشان أعوضك عن الحرمان اللي انت قاعد فيه. وبدأ يوحنا يكتب سفر الرؤيا ويبعته لينا، يحمل تاريخ الكنيسة بطريقة نبوية شفرية، ويقولوا الشراح ان يوحنا الحبيب اضطر ان يستخدم الاسلوب الشفري لان كان وقتها الاضطهاد على اشد، واي كتابة تطلع بوضوح ممكن تؤخذ على ان هي اثارة للناس ضد الدولة، خصوصا ان هو كاتب حاجات تختص
بالاضطهاد وان الكنيسة هتدخل في ضيقات، فكتبها بطريقة شفرية. ويقولوا برضو الشراح انه كتب بطريقة شفرية لان المناظر اللي شافها مفيش مفردات في اللغة توصفها. سمعت من دي؟ يعني انت لو شفت منظر غريب عمرك ما شفته قبل كده وعايز توصفه، تقول هو لونه لا ملوش لون، امال ايه؟ لا حاجه كده، يعني لا هو ابيض ولا هو شفاف ولا هو بيلمع ولا انا مش عارف اوصفه، حاجه كده غريبه. هل هو هلامي؟ لا الهلامي دي برضه ما تجيش عليه. هل هو جسم صلب؟ لا. طب ايه؟ ماي مش سائل. غائز؟ لا مش غائز. امال هو ايه؟ حاجه غير دي كده، حاجه غير اللي احنا شفناه خالص. فتلاقي مش اتقال عنها كده ما لم تراه عين. فأي حاجة في الدنيا احنا نقدر نوصفها. يقول لك احنا شفنا مخلوقات فضائية، طب وصفها لنا. يقول لك في راجل، هو مش راجل لان دي مخلوقات اخرى، يقول لك لونه اخضر ومش عارف ليه قرون وليه عين واحدة وطبق طائر. بنستخدم مفرداتنا احنا. طب افرض الحاجة اللي جاية دي ما عندناش في القاموس بتاعنا كلمة تحددها، هتلاقي نفسك واقع في حيز بيص مش عارف توصف. هتضطر تقول انه يشبه كذا ويشبه كذا عشان تقرب المعنى، لكن في الاخر مش هنعرف نوصل للوصف الدقيق غير لما نشوف بعينينا. فكتب السفر بطريقة شفرية ونبوية. هذا السفر يعتقد البعض انه يتكلم عن المجيء الثاني فقط، لا، ده هو بيشرح تاريخ الكنيسة من اول عصر الرسل لغاية المجيء الثاني. يشرحه بطريقة نبوية لان معلمنا يوحنا كتب وكان لسه في عصر الرسل، ما كانش لسه جه عصر الشهداء او عصر المجامع او عصر الانشقاق اللي حصل في الكنيسة او العصر بتاع التقارب بين الكنائس او العصر اللي احنا داخلين فيه بتاع الارتداد العظيم وبعد كده العصر بتاع مجيء المسيح. فكل ده ما كانش لسه حصل، ويوحنا شايفه بعين النبوة وبعين الرؤية. احنا اخدنا جزء من الاصحاح الاول، هقرا بسرعة وبعدين ندخل في بقية الاصحاح ونخلصه باذن الله النهارده. بيقول اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله. احنا قلنا كلمة الله هنا يعني الاب، اعطى الاعلان ليسوع المسيح ليريه عبيده، يعني العبيد اللي هو احنا عبيد يسوع المسيح، اعطينا ان نرى هذا الاعلان اللي هو ما لابد ان يكون عن قريب. وقلنا كلمة عن قريب مش معناها بعد سنتين او ثلاثة او عشر او مية، لان كلمة قريب كلمة مرنة وكلمة نسبية وممكن تختلف، لان احنا عندنا اليوم في الارض 24 ساعة، لكن في كواكب اخرى ممكن اليوم بحسابنا احنا يكون يساوي شهر عندنا، في كواكب اخرى ممكن اليوم بسنة. فلما اقول لك انا هاجي بعد يوم، طب يوم ده بالحساب بتاع الارض ولا كواكب اخرى ولا حساب ربنا؟ حساب ربنا قال انه يوم كالف سنة والف سنة كيوم. فعن قريب دي كلمة مرنة جدا ونسبية. وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. الاعلان ده ربنا بينه انه بعته بيد ملاك الى يوحنا الحبيب. بعدين بيوصف نفسه يوحنا، يعني الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. طبعا يوحنا هو اكتر واحد اتكلم عن الكلمة، كلمة الله، في البدء كان الكلمة وكلمة كان عند الله، فهو الذي شهد بكلمة الله. وهو لما جه يتكلم في رسالته مش بس في الإنجيل، قال عن المسيح الذي رأيناه بعيوننا الذي لمسناه بأيدينا الذي شاهدناه وأكل معاه واتكى على صدره. فبيتكلم عن خبرة، والنهاردة بتزيد خبرته
أنه يرى المسيح في مجيئه الثاني كمان وفي المجد والبهاء والعظمة اللي شايفهم في السماء بعد ما كان شايفه في منظر المتضع وهو عايش بالجسد في الأرض. يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رأاه. وبعدين بيشجعنا على ان احنا نقرأ فيقول طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب. يبخت اللي يقرأ، طبعا يقرأ هنا بمعنى انه يفهم الكلام ويستوعبه، وكلمة يحفظه بمعنى مش يحفظه صم زي النصوص ولكن يعمل به، يحفظ ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب. طبعا اتفقنا على كلمة الوقت قريب، لكن هزود عليها كلمة أن الوقت مش شرط معناها مجيء المسيح الثاني، لكن كل واحد فينا وقته قريب بأنه ممكن يموت، فيبقى بالنسبة له الفرصة خلصت. وما بين موت الإنسان لغاية مجيء المسيح دي تبقى إيه، تتجبر كده لأنها ملهاش قيمة من جهة التوبة. فإذا كان المسيح هيجي من النهاردة، هيجي بعد 2000 سنة، يبقى ده حدث لا يهمني. يهمني النهاردة، أنا من النهاردة لغاية ما هموت كام سنة، هما دول اللي في إيدي. من ساعة ما أموت لغاية ما يجي المسيح مفيش فرصة توبة. هيبقى الإنسان إما متمتع بالسعادة في الفردوس أو بعد عنكم يكون يتعذب في الجحيم، فمفيش فرصة توبة. فالوقت قريب معناها كل واحد ينتبه لنفسه، لأنه ممكن جدا المسيح يأتي إليه ليأخذه في وقت قريب. وإذا كان المسيح من ساعة مجيه في مجيء الأول غدتي عدى 2000 سنة، فيبقى عمرنا مهما طال بيبقى بالنسبة للحكاية دي قصير. 70 سنة 80 سنة دي حاجة قصيرة خالص. يوحنا ده اسم الراسل بقى، إلى 7 كنائس التي في آسيا دول مرسل إليهم. رقم 7 هو رقم الكمال. هما فعلا كان في 7 كنائس موجودين في آسيا اللي هو كان يوحنا مسؤول عنهم. خلي بالكم الآباء الرسل كانوا أساقفة عموميين، يعني ملوش كنيسة واحدة مسؤول عنها ولكنه مسؤول عن كل الكنائس في العالم. عشان كده من حقه ان هو يزور اي كنيسة ويخدم في اي كنيسة. وكانوا ممكن يرسموا أساقفة للكنائس المحلية. فيوحنا وبطرس ويعقوب واندراوس كل الآباء الرسل ومرمرقس كلهم كانوا خدمتهم خدمة عامة كرازية. مرمرقس لما جه مصر رسم هنا القديس مين؟ انيانس، وهو لسه عايش. مرمرقس لسه عايش، فرسم أسقف للإسكندرية اللي هو السلالة بتاعته هو البابا شنود، وساب الإسكندرية وراح يبشر في أماكن أخرى. بعدين رجع تاني للإسكندرية افتقدها واستشهد فيها سنة 68 ميلادية. فيوحنا كان كارز بالإنجيل في كل مكان، ولكن مقر إقامته كان في أفسس اللي هي تعتبر عاصمة آسيا الصغرى. فأصبح عرفا هو المسؤول عن منطقة آسيا، وتحت إيديه 7 أساقفة ل7 كنائس. و7 كنائس دي معناها مش كنيسة زي العذراء جاردن سيتي كده، دي معناها كنيسة زي كنيسة الإسكندرية بالبابا بالأساقفة بالكنيسة كلها. يعني 7 كنائس بمعنى ده لها فروع ولها كهنة ولها خدمة ممتدة. وهو فوق ال7 كنائس ب7 أساقفة. لكن ما ننساش برضو ان رقم 7 هو رقم الكمال، فهو معناها ان الرسالة مش موجهة بس ل7 كنائس دول، ولكن موجهة للكنيسة العامة في كل العالم، الى 7 كنائس التي في اسيا. نعمة لكم وسلام من الكائن دلوقتي، كائن دلوقتي، والذي كان في الماضي، والذي يأتي في الايه
في المستقبل. الكائن والذي كان والذي يأتي ده إشارة إلى الآب. ومن السبعة أرواح التي أمام عرشه دي إشارة للروح القدس. وقلنا السبعة رقم الكمال معناها الروح الكامل، ومعناها الروح القدس الذي يعمل في سبعة أسرار. وفي مفسرين بيقولوا لا، السبعة أرواح دول هم سبعة رؤساء ملائكة الموجودين قدام العرش. لكن لما نكمل هنلاقي مش معقول. بيقول ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين. فمش معقول يقول الآب والملائكة ويسوع المسيح. الصح يقول إيه؟ الآب وروح القدس ويسوع المسيح. السبعة أرواح التي أمام عرشه يقصد بها إشارة للروح القدس. ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين، البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض. المسيح هو الشاهد الأمين اللي جه في تجسده علشان يشهد للآب ويخبرنا بمحبة الآب وقداسته. الاثنين دول مهمين جنب بعض، المحبة والقداسة، لأنه لو أعلن لينا عن قداسة الآب وقال ان الاب زعلان منكم عشان انتوا عملتوا خطيه ولا يمكن يصالحكم عشان انتوا خطاه، كنا فهمنا ان الاب قدوس ويكره الخطيه وما عندوش محبه وبيبغضنا. ولو قال ان الاب بيحبكم وما جراش حاجه غلط وما يهمكمش وهو هيغفر لكم، يبقى الاب محب ومش قدوس. يبقى لكم الخطيه بالنسبه له ما تفرقش، ما يهموش. لكن المسيح جاء لكي يعلن أن الآب قدوس ويرفض الخطية. علشان كده كان لازم في عقوبة للي يغلط، والمسيح هيشيل هذه العقوبة لأن الآب بيحبنا. يقول لك سر بأن يسحقه بالإيه؟ بالحزن. طب ليه؟ لأن هو زعلان من الخطية. كل ما نبص على المسيح وهو على الصليب وهو بيتألم وهو بيتجلد، يقول لك الذي بجلدته شفيتم. يقول ايه ده؟ ايه القساوة دي؟ يقول لك لان دي بتعلن ان الله يرفض الخطية. فالواحد في قلبه كده يقول من النهاردة ورايح مانيش عامل الخطية اللي بتزعل ربنا قوي دي، لدرجة ان هو المسيح يشرب كل كاس الالم دوت. لو ان الخطية ربنا بيبلعها يقول لك ما جاش حاجة وانا بحبك وطبطب عليك، ما كانش عمل كده في المسيح. كان على الأقل جه مات موتة يعني كريمة شوية، يعني يموت وهو على سريره، يموت بطريقة يعني أهون من كده، يتقطع رقبته. لكن العذاب والألام والجلد والمر اللي شافه دوت والصليب بكل الفضيحة بتاعته وكل الألم الشديد العنيف بتاعه بيبرهن على قد إيه الله يكره الخطية، وإن كان المفروض يتعمل فينا كده عشان الخطية الوحشة اللي احنا عملناها. ومسيح شال عننا لأن الله مش بس قدوس ولكنه أيضا محب. ففي الصليب أعلنت المحبة والقداسة. يقول لك الرحمة والعدل إيه؟ تقابل. يسوع شاهد أمين جه يخبرنا عن الآب. البكر من الأموات، كلمة البكر يعني الإيه؟ الأول. بالرغم ان المسيح مش اول واحد يموت من الاموات، يقوم من الاموات، لان قام قبله في العهد القديم ابن الارمله اللي جه اللي يقومه، وإليشع اقام ميت، والميت اللي رموه في القبر بتاع إليشع فقام، والمسيح نفسه اقام اموات، اقام ابن تياروس وابن الارمله بتاع مدينه نايين، وأقام لعازر. فالمسيح مش أول واحد يقوم، ومع ذلك ذكر أنه البكر من الأموات لأنه الوحيد اللي قام بقوته، محدش قومه، أول واحد يقوم بقوته. والأهم من كده أنه أول واحد يقوم وما يموتش، لأن كل اللي قاموا قبليه ماتوا، محتاجين القيامة حقيقية، لأن القيامة اللي قاموها كانت فلسفة مؤقتة. ف
فماتوا، مفيش حد فيهم قائم الآن، كلهم ماتوا. الوحيد اللي قائم وإلى الأبد هو المسيح، وبقية الناس اللي ماتوا حتى لو كانوا قاموا قبل كده زي العزر وغيره محتاجين يقوموا نفس القيامة اللي قامها المسيح وما يموتوش تاني في المجيء التاني. هو عشان كده بيكلم الأموات ورئيس ملوك الأرض، حتى لو كانوا ملوك الأرض ملوك طاغيين وقساه ويعبدون الأوثان، لكن شيء عجيب جدا أن ربنا رضي على نفسه أن يكون رئيس الملوك دي. عشان كده في العهد القديم في آية تقول قلب الملك في يد الله، وكأن الله يستخدم السلطان بتاع الزمان لتهذيب الشعب، فإذا كان الشعب قاسي وعنيد يسلط عليهم ملك متعب، إذا كان الشعب مقدس وبار يجيب لهم ملك حنين وصالح. فالمسيح هو رئيس ملوك الأرض، هو ملك الملوك الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. أحبنا، طبعا ليس لأحد حب أعظم من هذا. هل رأينا حب أعظم من هذا؟ أن يضع الإنسان نفسه لأجل أحبائه. فالمسيح أحبنا، برهان الحب أنه بذل ذاته من أجلنا. أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. نقطة دم واحدة من دم المسيح تطهر أدناس المسكونة. عشان كده جيد ليكم وأنتوا بتتناولوا أن الإنسان وهو بياخد في بقه دم المسيح يقول الآية بتقول ودم يسوع المسيح إيه؟ يطهرنا من كل خطية. دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية، غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه. ملوكا وكهنة، ملوك لأن الإنسان فينا لما دخل المعمودية صار ابن الملك. ابن الملك يبقى أمير، مع الوقت هيبقى إيه؟ ملك. فإحنا ذاتي أمرا، ولما يطلع السماء هنبقى ملوك. وملوك من أجل المجد والعظمة والبهاء اللي ربنا ادهلنا في المعمودية، وملوك لأن الإنسان المسيحي يملك على حياته مش الشيطان اللي بيملك. يعني أصبحت إرادتك في إيدك وقرارك في إيدك تحت تدبير الله اللي هو في الحقيقة يملك علينا. عشان كده المسيح رئيس الملوك دول، أنتم ملوك والمسيح رئيس هؤلاء الملوك. جعلنا ملوكا وكهنة لله بنفس المعنى، ان احنا لما دخلنا المعمودية وبالميرون صرنا ممسوحين، فصار فينا مسحة من الكهنوت بنستخدمه كل واحد فيكم، مش الكهنة بس اللي لابسين زي كهنوتي واخدين رتبة كهنوتية، لكن كل انسان مسيحي له نصيب في الكهنوت لأنه يقدم يوميا ذبائح الصلاة على مذبح القلب، ويقدم بخور المزامير والمطانيات، فتصير أنت مثل كاهن صغير. لكن كونك ملك وكاهن لا يمنع أن في ملك يحكم البلد وأن في كاهن يرعى الكنيسة. يعني إخواتنا البروتستانت بقى بيختلفوا معنا في الحتة دي، يقول لك جعلنا ملوكا وكهنة فما تتقلطش عليا بما انتش لا اسقف ولا قسيس ولا بتاع، احنا كلنا ايه؟ اخوة، كلنا كهنة. فبيلغوا الكهنوت المتخصص، يقول لهم يعني قدرتوا علينا ما قدرتوش على الحكومة، يعني اشمعنا احنا بس تلغوا الكهنوت بتاعنا وتلغوش الدولة. شهود يهوى بقى قدروا على الحكومة كمان. شهود يهوى من ضمن مبادئهم ان مفيش حاجة اسمها حكومة، وان الحكومة دي من عمل الشيطان، فيحاربوا الحكومات في كل العالم، عشان كده هم مش مقبولين. لكن كون احنا ملوك وكهنة ما يمنعش ان في كهنة متخصصين للكهنوت، بدليل ان ربنا يسوع المسيح اختار تلامذته وعملهم كهنة واعطاهم السلطان واعطاهم تميز. وبعدين بطول الكتاب المقدس في العهد الجديد نسمع عن
الأساقفة والقصوص والشمامسة موجودين في الرسائل بتاع بولس الرسول. في تنظيم كنسي وفي عمل يقوم به الأسقف، عمل يقوم به الكاهن القسيس، عمل يقوم به الشماس. ده ما يمنعش ان الشعب كله له دور، وده ما يمنعش ان الكاهن يبقى فيه كاهن متخصص. له المجد والسلطان الى ابد الابدين امين. هوذا يأتي مع السحاب، هيأتي المسيح مع السحاب. وكلمة السحاب قعدوا الاباء يتأملوا فيها، طلعوا منها معاني حلوة. قالوا السحاب يرمز الى عدم وضوح الرؤية. طبعا لما تكون السماء مليانة بالسحب يبقى احنا مش شايفين ايه اللي فوق السحاب، ولو راكبين طيارة وبصين من الشباك والدنيا فيها سحاب هتلاقي تحتك كله سحاب، مش شايف ايه المدينة اللي تحت ولا المباني بتاعتها. فالسحاب يرمز الى عدم وضوح الرؤية، ودوت معناه ان الله محتجب، الله مش معلن بالطريقة اللي احنا متخيلينها. كل واحد فينا عارف ان هو يعني عارف كل حاجة عن ربنا، ومهما كان الواحد عالم من علماء اللاهوت وتكلم في شرح الثالوث وتكلم عن ربنا وطبيعته، لكن ما نعرفش حاجة، لان الله اعظم واكبر واضخم من ان احنا نفهمه ونحتويه في عقلنا. اذا كان الانسان لم يصل بعد الى معرفة كاملة من جهة جسم الانسان نفسه، لسه في اسرار ما نعرفهاش، وفي شغل بيشتغل جوه الجسم الانسان مش عارف يفسره. هنعرف ربنا معرفة يعني الند للند، مش معقول. فالله مازال محتجب، عشان كده في الهيكل عندنا نحب نرفع البخور ونخلي الهيكل متعبق بخور، عشان الناس واقفة في الكنيسة تفهم ان الله مش مكشوف قوي كده، مش للدرجة دي احنا عارفين كل حاجة. اخواتنا المسلمين يقول لك فلان العارف بالله، عارف ايه؟ محدش يعرف حاجة عن ربنا لسه. ده المسيح قال هذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك، يعني محتاجة حياة ابدية عشان نعرف. فالسحاب رمز للاحتجاب، وأيضا هو رمز للسمو. عمركم شفتوا سحابة ماشية على الأرض؟ السحاب دايما ماشي فوق في العالي، رمز للسمو ورمز للنقاوة، لأن المية اللي جوه السحاب مية نقية 100%، ورمز لعدم الارتباط بالأرض وشهوات الأرض والدنيا واللي فيها. فالمسيح سوف يأتي في هذا السمو. وأيضا السحاب يرمز لجماعة القديسين، مش بنقول لنا سحابة من الايه؟ من الشهود. فهم السحاب هم جماعة القديسين والملائكة، عشان كده لما يقول يأتي مع السحاب يبقى جاي مع في جمهور القديسين. سوف يأتي في جمهور القديسين. أنا فاكر قلت لكم التعبير دوت، هعيده ثاني عشان تثبتوه عندكم، ان السحاب بيتكون ازاي؟ ان الشمس تشرق فتسخن المية بتاعت المحيط، المية المالحة، فالمية تتبخر، وهي طالعة بتسيب الملح تطلع مية نقية، وبعدين تطلع فوق تبقى شيء سامي جدا، وتتكاتف مع بعضيها وبتعمل منظر السحاب، وتمشي السحابة لغاية ما تروح حتة مفيهاش مية وتنطر فتسقيه. فدي رمز لجماعة القديسين اللي هم أساسا كانوا بشر عاديين غرقانين في بحر العالم والملح بتاع الدنيا اللي هو الشر، فجاء المسيح أشرق عليهم واجتذبهم إليه، فطلعنا له، سبنا الملح وسبنا البحر وطلعنا له لفوق، وجينا كتفنا مع بعض، بقت كنيسة شكلها ليها شكل اللي هو السحابة، ومشينا مع المسيح في السمو، وبعدين نيجي في المكان اللي مفهوش نعمة ربنا ونبشر الناس بالخير وبالنعمة اللي جاي لهم السماء،
نسقي الناس العطشانين بكلمة الله فترتوي الأرض بنعمة المسيح. فالسحاب رمز جميل للكنيسة، رمز جميل للكنيسة، كل واحد فينا ممثل فيها زي قطرة مية. طبعا قطرة مية يعني القطرة دي بتاعت المية لو طلعت في الجو وتاهت ملهاش قيمة، لكن يبقى لها قيمة لما ايه؟ تشبك في السحاب، تشبك في السحاب. عشان كده احنا في الكنيسة كل انسان لو انفصل عن الكنيسة ملوش قيمة، لكن بنستمد قيمتنا واهميتنا باتحادنا ببعضينا في جسد المسيح اللي هو الكنيسة. هو زي يأتي مع السحاب، سوف يأتي في سحاب المجد في جماعة القديسين، وستنظره كل عين، ستنظره كل عين، بمعناها ان زي الشمس وبتطلع كل الناس يشوفوها، لكن في معضلة ان الشمس بيشوفوها نص واحد من الكرة الأرضية والنص الثاني بيبقى في وش الشمس، فازاي كل عين هتشوف المسيح في لحظة واحدة؟ فالمفسرين بيقولوا ان المسيح هيلف الكرة الأرضية كده بالسحاب في منظر يخلي كل الناس يشوفوه، مش ببطء ولكن الكل هيشوفه مرة واحدة. والمفسرين المحدثين بيقولوا حاجة عجيبة جدا، قال إذا كان نحن النهاردة أي حدث عالمي نستطيع أن نراه على التلفزيون، فيبقى المسيح هيغلب في أن هو ينقل المنظر دوت وكل الناس تشوفه. ستنظره كل عين والذين طعنوه. كلمة الذين طعنوه دي كلمة محيرة، لأن احنا عارفين أن على الصليب كم واحد طعنوه؟ واحد بس، فكان المفروض يقول والذي ايه طعنهم، علما بان اللي طعنوا دوت بقى قديس اسمه ايه؟ لونجينس. لونجينس ده قديس، كان هو قائد المئة اللي طعن المسيح بالحربة، ولما شاف المنظر ده قال حقا كان هذا ابن الله. وبعد كده تاريخ الكنيسة بيقول ان هو اتنصر وبقى قديس وليه تذكار في السنكسار، فمش معقول لونجينس يقف يعيط ساعتها، هيبقى فرحان. ومال ايه الذين طعنوه؟ معناها كل انسان يعمل خطيه يطعن المسيح، وبالاكثر الخطيه بتاعت تفتكروا ايه؟ الايه؟ لا بقى تجديف الروح القدس يبقى يطعن الروح القدس، لكن الذي يطعن المسيح هو الارتداد. الارتداد واخد اللي بيصير المسيح ما بقاش مسيحي، معناه بيعمل ايه؟ يطعن المسيح. فالذين طعنوه هيشوفوه، طبعا هيبقى منظر مخجل ليهم ان يروا المسيح مطعونا بيهم، عشان كده هيبقى مكسوفين ويخبوا وشهم وينوح عليه جميع قبائل الارض. كل اللي هيشوفه هيبكي لان ما كانوش مستعدين، كانوا رافضين واتخذوا على اخوانا. نعم امين. انا هو الالف والياء، طبعا الف والياء يعني اول حرف واخر حرف، بس جاي في اليوناني انا الالفا والاوميجا، عشان كده تلاحظوا في صور المسيح يرسموا كده في الهاله اللي عليه دي حرف الالفا وحرف الاوميجا. أوميجا ده آخر حرف في الأبجدية اليونانية. أنا هو الألف والياء من حيث طبيعتي، أنا البداية والنهاية. ويكمل يقول البداية والنهاية. خلي بالكم كلمة البداية قد يظن منها أن المسيح له بداية، يقول لك أنا البداية، يعني قبل كده ما كانش في مسيح. والنهاية معناه ان هو ايه؟ هينتهي. لا طبعا، هنا البداية معناها انا المبدئ، انا اللي ببدئ كل شيء، انا الذي ابدأت الخليقة، وانا الذي ابدأ في حياتك،
والنهاية معناها هو الذي ينهي كل شيء. لكن المسيح في طبيعته ملوش بداية وملوش نهاية. أنا هو البداية والنهاية، معناها أنا المبدئ والمنهي، في إيدي البداية وفي إيدي النهاية. لكن هو أعظم من هذا وأكبر من هذا. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي. هنا التعبير ده من شويتين استخدمه عشان يوصف به الآب، ودلوقتي بيستخدمه عشان يوصف به الابن، برهان على ان الاب والابن مالهم متساويين في الجوهر. يقول الرب الكائن دلوقتي والذي كان في الماضي والذي يأتي في المستقبل، القادر على كل شيء، القادر على كل شيء اللي احنا بنسميه في الكنيسة ضابط الكل، يقدر على كل حاجة. أنا يوحنا أخوكم، هو بيكتب للأساقف الرسالة دي في بدايتها، اكتب إلى ملاك كنيسة كذا، بيكتب للأساقف، عشان كده قال لهم أنا يوحنا أخوكم، بالرغم أنه هو أبوهم، ولكن ده الأسلوب الحلو في التعامل، أن الإنسان يحس بالأخوة للناس اللي بيشتغلوا معاه حتى لو كان تحت إيديه. عشان كده في مرة في مجموعة من الأباء الكهنة ترسموا جديد، وهم في الدير بيقضوا 40 يوم، تقابلوا مع سيدنا البابا وقالوا له ادينا نصيحة نخدم بيها. فقال لهم كلمة لطيفة جدا بقت تعتبر يعني حكمة، قال كن ابنا بين إخوتك، وكن أخا بين أبنائك. خلي بالك من دي، كن ابنا بين اخواتك، يعني لما ترجع كنيستك هيبقى انت كاهن جديد ومعاك 3-4 كهنة قدام، خليك ابن ليهم، تمشي راسك براسهم، تعيش في سلام. كن ابنا بين اخواتك، وكن اخا بين ابنائك، تمشي نفسك كبير على الناس اللي بتخدمهم، خليك اخ ليهم. كن ابنا بين اخواتك، وكن اخا بين ابنائك. فيوحنا قال لهم أنا يوحنا أخوكم، بالرغم أنهم أولاده تلامذته، وشريككم في الضيقة. طبعا هم قاعدين أساقفة في أماكنهم مش مستريحين في اضطهاد، يقول لهم أنا كمان مضطهد بدليل أن أنا مستبعد في حالة نفي. شريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح، عشان يفرحوا أن إحنا إذا تألمنا معهم فسوف إيه نتمجد أيضا معهم. لابد، الحكاية مش رخيصة، أي مجهود تبذله من أجل الله محفوظ، وأي تعب أو ألم تجتازه من أجل الله لابد ليه مكافأة. فقال لهم أنا شارككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. صبره هنا بمعنى أن احنا صبرانين من أجله. أنا الصبر اللي صبره دلوقتي هو صبر يسوع المسيح، مش حاجة عشاني أنا، مش أنا غلطت فبيعاقبوني فلازم أحتمل، لا أنا بيعاقبوني عشان خاطر المسيح. فالصبر دوت صبر إيه؟ بتاع المسيح، وأنتم كذلك، فإحنا شركاء في صبر المسيح. ولكن تبقى أجمل كمان لو قلنا أن المسيح صبر على ألام الإيه؟ الصليب، فإحنا بنشترك معه في الصبر بتاعه على ألام الصليب. نحن شركاء المسيح في ألامه، في الضيقة، وفي الملكوت، وفي الصبر. بيشرح لهم يقول كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله. يعني بيقول أن سبب مجيئي إلى هذه الجزيرة هو أن أنا كنت بكرز كلمة الله فنفوني، ومن أجل شهادة يسوع المسيح كنت في الروح في يوم الرب، فسمعت ورائي صوتا عظيما. سمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق. هو فجأة الرجل قاعد لقى ايه حاجة بتزمر وراه، شيء مزعج جدا. والصوت دوت بيقول انا هو الالف والياء،
الأول والآخر والذي ترى اكتب في كتاب وارسل إلى 7 كنائس التي في آسيا، إلى أفسس دي أول كنيسة كبيرة، والثانية اسمها سميرنا اللي هي حاليا اسمها أزمير، وإلى برغاموس وإلى ثياترا وإلى ساردس وإلى فيلادلفيا وإلى لاوديكية، 7 كنائس. طبعا الإصحاح الثاني والثالث اللي هندرسهم بعدين بيقول الرسائل للكنائس دي بالتفصيل، وهنقعد بقى ايه ندرسها ونعرف كل كلمة من الكلمات دي ايه معناها وايه بتشير لايه. فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت 7 مناير من ذهب. ايه المرسوم عندكم هنا بقى في الصورة اللي جوه دي؟ 7 مناير من الذهب، منارة، وفي وسط 7 المناير شبه ابن انسان. كلمة شبه هنا هتلاقوها تتكرر كتير في سفر الرؤية، عشان زي ما اتفقنا ان اللي هو شايفه حاجة ملهاش مفردات تسعفه في التعبير. فقال انا شفت شبه ابن انسان. اقول له طب استنى يا يوحنا، هو انت مش انت حافظ المسيح وعارفه 100%؟ يقول لي اللي شفته غير اللي كنت ايه شايفه قبل كده. المسيح الذي رأيته في الأرض كان غلبان خالص، شكله مضطدع، مفهوش أي مجد بتاع اللاهوت، لدرجة إن أنا كنت بقعد جنبه وحط دماغي على صدره. النهاردة يقول لك لما رأيت عمل إيه؟ سقطت عند رجليه كميت. اللي شايفه النهاردة منظر مجيد ما شافوش قبل كده. والمجد الذي في المسيح ما كانش يتوقعه يوحنا وهو بيشوف شبه ابن انسان متسربلا بثوب الى الرجلين. التسربل بالثوب الى الرجلين رمز الوقار. وبعدين ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقه من ذهب. المنطقه دي رمز للحب. كان القضاة زمان يلبسوا المنطقه على الصدر رمز ان هو بيحكم بالعدل. والثديين يرمزوا الى الكتاب المقدس اللي احنا بنرضع منه كلمة الله، عهد قديم وعهد جديد. فالمسيح لابس منطقة من ذهب عند صدره علشان يقول ان انا بحكم بالعدل من خلال الثديين اللي هم انتم رضعتوهم. انا مش هجيب لك احكام جديدة، انت سمعت الكتاب المقدس بيقول ايه، انا هحاسبك على حسب ما كتب. واما رأسه وشعره فابيضان كالصوف الابيض. انتوا عارفين ان المسيح صلب وقام، كان سنه كم سنة؟ 33 سنة عز الشباب. يعني لا انه هتبقى سودة. اما ايه اللي خلاها ابيض؟ عشان يقول ان المسيح عتيق الايام ازلي. شعره اللي هو دقنه ورأسه اللي هو شعر راسه، يقول لك رأسه وشعره ابيضان كالصوف الابيض، رمز الى انه عتيق الايام وازلي. كالصوف الابيض كالسلك، وعيناه كلهيب نار، عينيه طلع شرر، رمز للإيه؟ للغضب، لأنه آتي بغضب لكي يدين الأشرار. وبرضو النار رمز للإختراق، إنه هيقدر بعينيه يشوف أعماق الإنسان، مفيش حاجة تستخبى عليه. عيناه تخترقان أستار الظلام، وهو فاحص القلوب والكلى. فعينيه تنفذ لغاية داخل الإنسان تكشفه. عيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي، كأنهما محميتان في أتون. هنا النحاس دوت رمز للثبات، رجليه ثابتة وهو في موقف ثبات، لأنه الحاكم العادل الديان الصادق. ملباء قالوا النحاس المحمى بالنار
رمز الى اتحاد اللاهوت بالنسوت، ان رجليه دول اللي هو مش بيهم بيننا في الارض، نحاس رمز للناسوت محمى بالنار لانهم كانوا متحدين باللاهوت. فالمسيح مشي على الارض مش كانسان لكن كالله المتجسد، يمشي برجلين، الله ماشي برجلتين، ايوه لانه اخذ جسدا صار له، فبقى رجلين دول رجلين الله، نحاس محمى في اتون، وصوته كصوت مياه كثيره، صوت مرعب زي ما الواحد يقف كده جنب شلال ويسمع خرير الميه اللي نازل باندفاع شديد جدا، صوت يبقى مرعب. ومعه في يده اليمنى سبعه كواكب. المنظر اللي احنا شايفينه في اباء وصفوه اللي هو المسيح وهو قاعد بالوصف دوت، قالوا دوت رمز الكنيسه المتحده بالمسيح. الكنيسه هي جسد المسيح واحنا اعضاءه، فقالوا كده ان الثوب المتسربل به المسيح الى الرجلين يرمز الى الاباء من ادم لغايه الطوفان، وقالوا ان المنطقه اللي على ثدييه ترمز الى الاباء من الطوفان لغايه موسى كلهم متحدين بيه، وراسه شعره ابيضان كالصوف الابيض يرمز الى الانبياء بتوع العهد القديم، الشعر الابيض يرمز للقديم. وبعدين الرجلين المحميتين بالنار يقولوا رمز للرسل اللي خدوا الانجيل ومشيوا بنار ونشروه في كل المسكونه. الرجلتين دول رمز للمشي، والنحاس رمز للثبات، والنار رمز للقدره العظيمه اللي قدروا ينشروا بها الانجيل بالروح القدس في كل مكان. والصوت بتاع المياه الكثيره يرمز للامم الذين دخلوا الى الايمان، لان كان دايما في العهد القديم يتكلم عن الامم على ان هم مياه كثيره. ومعه في يده اليمنى سبعه كواكب في ايده مسكهم، وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه. السيف اللي طالع من بقه هو كلمة الله، طبعا كلمة الله السيف اللي ليه حدين ده، يبقى عهد قديم وعهد جديد، وماشي علشان يفصل ما بين الحق والباطل ويظهر للإنسان الصح من الغلط. عشان كده المسيح قال ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. كان يقصد بهذا السيف هو سيف كلمة الله اللي هتبقى فاصلة. سيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. شفت بقى البهاء والعظمة، وشه زي الشمس، مين يستطيع أن ينظر إلى الشمس؟ عشان كده فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، مش قادر أبصله، خفت من منظر وارتعبت من الصوت فسقطت كميت. فوضع يده اليمنى علي قائلا لي لا تخف، خفش، انا هو الاول والاخر والحي، وكنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين. الحي معناها لما يكون بالالف واللام، الحي معناها اللي ما يموتش. خدين بالكم لما اقول فلان حي معناها ممكن يموت، حي دلوقتي هيموت بعدين، لكن لما اقول الحي معناها اللي مش ممكن يموت. عشان كده غلط اللي بيقولوا ان الله حي، فالله هو الحي، لان حي دي ممكن من هذا حي وبكره ميت. فقال انا الحي بالرغم اني كنت ميت، ولكن فيما أنا ميت كنت حي، لأنه كان ميت بحسب الجسد ولكنه حي بحسب اللاهوت. الحي وكنت ميتا وها أنا حي بقى إلى أبد الأبدين، أمين. ولي مفاتيح الهاوية والموت. النهاردة المسيح جاي بقى
لكي يدين. في المجيء الأول كان جاي لكي يخلص، ما جئت لدين العالم بل يخلص العالم. فاكتب ما رأيت، اكتب الوصف اللي انت شفته دلوقتي، وما هو كائن الآن، وما هو عتيد أن يكون بعد هذا اللي هتشوفه بعد كده. ما رأيت ده فعل ماضي اللي شفته، وما هو كائن اللي دلوقتي، وما هو عتيد أن يكون المستقبل. وده معناها أن سفر الرؤية لا يختص فقط بالمجيء الثاني، لكن ده هيكتب تاريخ مضى وواقع تعيش فيه الكنيسة، وتاريخ هيبقى مستقبل حتى المجيء الثاني. وراح المسيح فسر له حتة صغيرة نختم بها الإصحاح ونقفل النهاردة. قال سر سبعة الكواكب التي رأيت على يميني في إيدي اليمين وسبع المناير الذهبية. السبعة الكواكب هي ملائكة السبع كنائس اللي هم الأساقفة، حطتهم في إيده عشان يحفظهم من الزلل، ويحفظهم من الخطية، ويحفظهم من التحريف في التعليم، لأن بيهم يقدر يرعى الكنيسة ويحفظها. الشيطان عنده مبدأ يقول اضرب الراعي يحصل ايه؟ فالمسيح قال له لا، مش هسيبك تضرب الراعي، انا همسكهم في ايدي لكي احفظهم. وطبعا اليمين دايما رمز للمجد والبهاء والعظمة، فكأن المسيح يعطي لخدامه المجد والعظمة. عشان كده قال لنا الذي يكرمكم يكرمني، واللي يقبلكم يقبلني. السبع كواكب هي ملائكة السبع كنائس، والمناير السبع التي رأيتها هي سبع كنائس اللي انت هتبعت لها الرسائل في الإصحاح الثاني والثالث، واللي احنا اتفقنا دلوقتي ان هي صحيح سبع كنائس فعلا موجودة في منطقة أفسس اللي هي آسيا الصغرى، ولكن أيضا هي رمز للكنيسة العامة عشان رقم سبعة رقم الكمال، وأيضا هي رمز للكنيسة في تاريخها الطويل في سبع عصور، تبدأ بعصر الرسل، وبعدين عصر الاستشهاد، وبعدين عصر المجامع، وبعدين عصر الانحراف والانشقاق، وبعدين عصر تقارب بين الكنائس وازدياد المحبة، بعدين عصر الارتداد العظيم، وبعد كده عصر المجيء الثاني اللي هيجي فيه المسيح لهم. إلى اللقاء بقى بإذن الله في الشهر الجاي، ناخد الإصحاح الثاني والثالث. وللهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.